السلام عليكم، شنو اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كيف ديما تكونوا في احسن احوالكم. رجعت معكم اليوم في فيديو جديد، وصفه يعني جديده على القناه ديالي. ماشي جديده جدا، ديجا قدمتها لكم بسميده رقيقه، يعني الوصفه ديال البانكيك ديجا كنت قدمتها لكم بسميده. اليوم ان شاء الله غنقدمها لكم غير بالدقائق الفورس، يعني وصفه اللي كتجي سهله بزاف، سواء الفطور سواء الكوتي، زوينه خفيفه. كنبدلو بها شويه الروتين ديال الفطور ديالنا او ديال الكوتي ديالنا، وسورتو كتعجب الوليدات الصغار. ندوزو على بركه الله المقادير. عندي هنايا واحد البنانه، يعني موزه بنانه مقطعه. عندي هنايا زوج ديال البيضات، حجم يكون متوسط، يعني ما يكونش صغار بزاف. في حالات كانوا صغيرين بزاف ديروا ثلاثه. عندي هنا واحد الكاس مع عمرت ديال الحليب، حليب سائل، نصف كاس ديال زيت المائده العبار بكاس العنبه دائما. عندي هنايا واحد ساشيه ديال خميره الكيماويه، خميره الحلويات، خميره وحده. عندي هنايا ثلاثه المعالق كبار ما عامرين، شي ثلاثه المعالق فحدو ماشي عامرين بزاف، ديال السكر سنيده. وزدت مع انا هنايا زوج ساشيات ديال السكر فاني باش نسمت هذيك السنيده. ممكن انكم تستغناو على الفاني، ممكن ديروه بحسب اللي بغيتو. عندي هنايا زوج كيسان كبار ديال الفورس او دقيق الفورس بالعبار دائما بكاس العنبه. نعاود لكم المقادير. عندي واحد البنانه، زوج بيضات، كاس معمرش ديال الحليب سائل، نصف كاس ديال زيت المائده، خماره وحده، ثلاث ملاعق كبار ديال سكر سنيده، مزجتهم هنايا مع زوج ساشيات ديال الفاني، سكر فانيلا، وزوج كيسان كبار ديال القياس بكاس العنبة عامرين ديال دقيق الفورس. ندوزو على بركة الله. دابا الطريقة، سخرو هادو هنايا، غادي ناخدو واحد البول، بول أولا بانيو أولا لي كان عندكم شي إشكال، وغادي ناخذ واحد الفورشيط. غادي ناخذ هذاك البنانه وغادي نحاولوا ما امكن اننا نمعكوها مزيان. انا غادي نمعكها ونرجع نتلاقى معكم نكملوا داكشي كامل اونصومبل. فوالا كيفاش كتولي البنانه ديالنا من بعد ما كنمعكوها مزيان ولا كنعسوها، فحال ملي كنبغيو نعطوها لبيبي صغيورين كنردوها في هذاك هذيك التكستور. فوالا سالينا دابا من هادي. غناخدو دابا واحد الفوي وغادي نزيدو هادوك زوج بيضات ديالنا على هاد البنان. بسم الله الطريقه راني ديجا حطاها لكم في واحد الفيديو ديال البانكيك بسميده رقيقه. السميده رقيقه تاعو كيجي رائع، غير بحال كاينين الناس اللي ما كيبغوش يكون شويه يعني خفيف، عفوا يبغيو ما كيبغيوش يكون شويه ثقيل، ثقيل شويه عليهم. الفورس كيجي بيه خفيف، ولكن ديال السميده رقيقه تاعو كيجي صراحه رائع. دائما الا بغيتو الفيديو رجعوا لهاد القناه، راه كاينه في القناه ديالي. غنخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف باش اللي بغى الوصفه يرجع ليها، تجي ساهله. فوالا كنخلطهم غير شويه. غادي نضيفو دابا داك السكر سنيده، ثلاث ملاعق كبار اللي دمجتهم مع جوج ديال الساشيات ديال سكر فانيلا باش يعطيوني واحد النسمه ديال الفانيلا اللي كتواتى بزاف مع البنان. كنخلطو، غادي نضيفو دابا داك نصف كأس ديال زيت المائدة. الزوين في هاد لي بانكيك أنهم دغيا كيوجدو، يعني ممكن دغيا بما يعني بما طابلين الماء ديال الأتاي ولا القهوة ولا هكا، دغيا كنخلطوهم و تيطيبوهم تيجو دغيا دغيا متعطلوش.
دابا داك الكأس ما عمرش ديال حليب سائل. دابا غادي نبدا نضيف هذوك جوج كيسان قياس كأس العنبة كيكونوا مبلوقين عامرين، نضيفوهم على جوج دفعات ولا ثلاثة على حساب يديكم على حساب البول اللي كتحركو فيها. وما تخافوش منه، ماشي بالضرورة يعني ماشي بحال الجينواز ولا شي حاجة هكا ضايع ولكن دامج دقيق. نضيف دابا الدفعة التانية، ومع الدفعة التانية انا ديجا عندي هاد الدقيق مغربل. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش مغربل يغربلوه عاد فاش يضيفوه، انا راه عندي مغربل. نضيف دابا ديك الساشي ديال الخميرة. انا كيف سبق لي وقلت لكم في القناة ديالي عندي كندير دائما واحد البواطة كنغربل فيها الدقيق من زوج حتى ثلاث المرات، وكنحتفظ به قريب ليا يعني نغربل في البواطة معزول. كنبقى لبيت هكا الكاك ولا شي حاجه كتكون ايدي بوحدي ما نبقاش نغربل وما كيعجزنيش. فوالا ها هي لاطات ديالنا وجدات، ما كنخليوها لا تخمر لا ترتاح لا حتى شي حاجه. مباشره كناخذوا المقله ديالنا فاش غادي نطيبوهم. ممكن انكم ديروا هاد لي بانكيك كبار، انا اختاريت انني اليوم ان شاء الله غادي نديرهم في هاد المقله، المقله العجيبه اللي كاينه دابا في الاسواق ديال البغرير ولي بانكيك والحريشات وكل شيء. ان شاء الله اليوم غادي نديرهم هكا فرديين صغيورين، وغنشارك معكم نيت هاد المقله كيفاش جاتني ورايي فيها. خليكم معايا ما تمشيو فين، غادي ندوز غير نسخن شويه المقله ونبداو طياب اونصومبل. فوالا من بعد ما درت المقله ديالي فوق من البوطه درتها على عافيه اللي تكون مهيله هكا ما تكونش مجهده. ما تنساوش ممكن انهم كي في هذه المقله يطيبوا لينا دغيا. بسم الله، وكنبدا كناخذ غير بمعلقه كنحطوا غير القياس فقط. نضيف على هادي طياب كيكون عادي في حال التافهة اللي كنطيبو فيها البغرير، يعني بحال بغيتو ديروهم كبار هادو كيكونو دي ميني ميني بانكيك كيكونو صغيورين. صراحة جاني الفضول على هاد المقلة، بزاف الناس خداوها و تيقولو انها براتيك. انا ما نقدرش نحكم صراحة، اول مرة غادي نجربها، تنجربها ان شاء الله غنقول لكم رأيي فيها واش بصح براتيك ولا لا. ناخد دابا واحد المعلقة وغادي نقاد لهم الشكل ديالهم. كما قلت لكم العافية كتكون مهيلة. الطريقه ديال الطياب راه نفسها كيف ما كنديروا ملي كتكون عندنا التفال الكبيره، يعني كنتسناهم حتى كيبان لنا نشفوا بداو بحال كيتقبوا شويه، عاد فاش هذيك الساعات غادي نقلبوهم باش يطيبوا من الجهه الثانيه. فوالا هذه هي كتحمر قلبتها بنفس الطريقه كنكملوا مع الاخرين كاملين، كنقلبوهم غير من جنيب الى جاونا تحمروا فتنقلبوهم حتى هادي كنظن انها غادي تكون تحمرات. فوالا شوفوا حتى هادي نفس الطريقه ديال الطياب ديالهم كبار، كنمشيو بنفس الطريقه غير بالونا نبداو كي هادي باقا شويه غالبا بداو كي بداو كيتقبوا شويه. كنعرفوا ان القاع ديالهم صافي تبات وخصنا نقلبوهم
عندي حتى هي. فوالا بقات لنا غير هادي حتى هي شدات. خاصك راه قرب يكملوا في الثياب دي صافي راه طابت. من دابا غنبدا نحيد فيهم ان شاء الله ونتلاقى معكم باش نديروا كونتيتي اخرى. انا رجعت معكم غادي نغمر دابا ثانيا. كتبغي شوية هاد الخاطر هاد المقلة متعصبوش معاها حنت دوك الحفيرات محددين. إلا بغينا نتيجة زوينة أكيد خاصنا نعطيو يعني نمشيو معاها بالراحة بشوية. نزول واحد شويه الدهن صافي وغنتسناو لها بنفس الطريقه ديال الاولى حتى يبان لنا بداو كيتقبوا شويه بحال الطياب العادي ديال البانكيك غير كيبدا يتخرج كنعرفوا ان دخلوا الطياب من الداخل طاب مزيان الداخل والجهه التحتانيه تحمرت كنقلبوه مباشره وكنكملوا بنفس العمليه حتى كنساليو هذاك الخليط ديالنا كامل. المهم انا غادي نكمل بنفس الطريقه يعني نفس الطريقه غنديرها لهم كاملين ونتلاقى معكم ان شاء الله في التقديم النهائي باش تشوفوا البانكيك ديالنا الميني بانكيك ديالنا كيفاش غادي. خليكم معايا مره اخرى ما تمشيو فين. انا رجعت معكم كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الوصفه ديال اليوم وهذا هو البانكيك اللي في المقلات العجيبه. فوالا كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم واللي اول مره كيزور القناه ديالي كنتمنى انه ما ينسانيش يعني من الدعم باللايك ويخلي لي كومونتير زوين بحالو وكذلك الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. فوالا البانكيك ديالي انا رافقته هنايا بالعسل لكم حريه الاختيار ترافقوا باش ما بغيتو بالشوكولا سورتو الوليدات بزاف كيبغيو بالشوكولا بلا كريم بوسيبل حتى بلا كريم ممكن يجي هكا راه كيجي رطيطب وكيجي زوين وكيتسطاو عليه الوليدات صغيرين. انا هنايا رافقته بكويس ديال القهوه صدقوني ان الوصفه كتجي رائعه. غنحل معكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. انتما راه كيجي فتي وكيجي رطيب طيقوني ما غاديش تشبعوا منه ومقادير ساهلين وبساط وفي متناول ديال اي واحد ممكن يديرهم ويبدل بهم كيف قلت الروتين ديالو عفوا. كنتمنى كيف قلت لكم ان هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم والى الملتقى ان شاء الله في وصفه جديده ونهار جديد معايا. الى اللقاء وفي امان الله.